اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فأعنا بفضل أيامه المباركة على قراءة القرآن، واجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته كما تحب وترضى، واجعل لنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء وثوابا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا وإماما. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.